FM. الكلمة ليك. بوتيكا اتحاد صناعة والتجارة والاتحاد شغل علاقة تاريخية، ومهما كانت المواقف واختلافنا في المواقف في هذه الحالة هذوم شركاء اجتماعيين، وإحنا شفتوا وقت اللي وقعت أزمة سياسية وأزمة وطنية في البلاد كانوا مع بعضهم. هذا ما يمنعش اللي نجموا يختلفوا في المواقف، ويختلفوا حتى في التمشي في بعض وفي الآراء، وحتى نظرتهم للسياسات يمكن مختلفة. مدافع على ملفات ومدافع على ملفاتنا، على أنه اليوم ثم وحدة وطنية، ثم معطى جديد، ثم برنامج وحدة وطنية، ثم حكومة وحدة وطنية. ما تنساوش اللي عادينا شهر جوان جويليا وأوت في نوع من الانتظار، الكل انتظار، لأنه ثم كانت تتفرق ما قبل جوان، ما قبل 2 جوان المبادرة، وما ما وشهر سبتمبر هذا ما بعد بعد المبادرة والبرنامج. ما نجموش اليوم احنا نتعاملوا بنفس المنطق، حتى لو كان المنطق متاعنا هو بطبيعة الحال هو تحسين الأوضاع الكل، وهذا مش جديد علينا، الناس الكل ماشيين في الاتجاه هذا، وحتى اتحاد شغل نتصور ماشي في الاتجاه هذا، ولكن ما نجموش نتعاملوا بنفس الابروش، نصح التعبير مستحضرهاش باللغة العربية، المقاربة، ولا المقاربة متاع الملفات ما تنجمش تكون نفس المقاربة، سواء على الملفات الاقتصادية الاجتماعية أو حتى على مستوى التنمية بيدك كل، ولا حتى على مستوى وبالخصوص الأجندة. ثم في بعض الحاجات ثم إسراع، ووجب الإسراع في بعض الملفات كان قبل، يمكن هو ذاك الإشكال متاع الحكومة اللي قبل ما سرعتش في حاجات ثم جوانب أخرى. هذا هو اللي احنا اليوم يمكن نختلفوا فيه شوية، يمكن مثلا ما قعدناش راهو بصفة جدية على، أنا نقول لك اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل بعد برنامج كارتاج ما قعدناش للنظر، يمكن هذا يمكن هذا يمكن عيب لنا احنا زوز، وأنه ما قعدناش بعد وثيقة كارتاج باش نخدوا كيفاش نفعلوها مع بعضنا. هذا يمكن غيب علينا، وأنا اليوم قاعدين نقص يمكن أول ديمونستراسيون، فهمت؟ الكلمة ليك.